عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بهما أحدهما. أيها الإخوة، أمر التكفير أمر خطير، التكفير أمر خطير، فأنت عندما تكفر أخاك المسلم وتقول له يا كافر، أو تكفره بمعصية من المعاصي، هذا أمره خطير. ولذلك في هذا الحديث زجر لأولئك الناس الذين ليس عندهم إلا تكفير الأفراد والمجتمعات وتكفيرهم بالمعاصي، والتكفير ليس بالأمر الهين، فلا يجوز أن تكفر مسلما وأن تقول عنه بأنه كافر، حتى ولو قال كلمة الكفر، حتى ولو قال كلمة الكفر لا تكفره بها، وإنما تقول هذه الكلمة كلمة كفر، وأما هو فلا يكفر بها حتى ينظر في أمره، فإن أقيمت عليه الحجة بين له الأمر وأقيمت عليه الحجة ليس جاهلا وليس عنده أي مانع من الموانع، حينها تحكم عليه بالكفر، أما الإطلاق فلا يجوز بأي حال من الأحوال. ولذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث ظاهره من المشكلات، أن هذا الحديث ظاهره مشكل. ما الإشكال فيه؟ الإشكال فيه أن من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد كفر، فقد باء بها أحدهما. إن كان الذي قال عنه يا كافر هو مستحق للكفر وقعت عليه، وإلا ستعود إلى صاحبها القائل بها. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: مذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة على أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي، لا يكفر المسلم بالمعاصي، ومر معنا الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذه وإن كانت من الكبائر إلا أن المسلم لا يكفر بها. قال: وكذلك كذا قوله لأخيه كافر، عندما يقول لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام فإنه لا يكفر. طيب كيف يؤول هذا الحديث؟ قال: في تأويل هذا الحديث أوجه، وذكر 5 أوجه لتأويل هذا الحديث. التأويل الأول قال أنه محمول على المستحل لذلك. إيش المستحل؟ يعني يستحل الكفر المستحل، وهذا مر معنا في السارق في شارب الخمر وفي الزاني. المستحل لذلك كافر، الذي يستحل الزنا فهو كافر، يعني فرق بين 2، أحدهما يقع في الزنا وهو يعلم أن الزنا كبيرة من الكبائر، فهذا وقع في كبيرة ويحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل، وإنسان يرى أن الزنا حلال، أن الزنا حلال فيقع، فهذا كافر، يزني لأن الزنا حلال عنده، فهذا كافر إذا كان يعلم حرمة الزنا، إذا كان يعلم حرمة الزنا. وكذلك هنا قال أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفر، الذي يستحل كفر أخيه المسلم، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإن وقع في المعاصي وإن وقع في الكبائر فهو مسلم ويبقى في دائرة الإسلام ولا يخرج عن الإسلام، فأنت عندما تستحل كفره
فهذا هو الذي يقع، يكون كفرا. قال الأمر الأول أنه محمول على من استحل ذلك. وقوله حار عليه في بعض الروايات، هنا قال فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، يعني أحد إن كان كافرا وقعت عليه، وإن لم يكن كافرا رجعت على القائل. وفي الرواية الثانية حار عليه، يعني رجع عليه الكفر، حار يعني بمعنى رجع، آب وحار ورجع كلها بمعنى واحد. الوجه الثاني قال معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. أنت عندما تقول لأخيك المسلم يا كافر فقد انتقصته، وأنت عندما تقول له يا كافر فقد وقعت في معصية تكفيره. هذا الأمر، هذه المعصية، معصية التكفير، وهذه النقيصة تعود على القائل، تعود عليك أيها القائل. الوجه الثالث قال أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، أنه محمول على الخوارج الذين يكفرون المؤمنين. وهذا القول فيه ضعف، لأن أكثر العلماء المحققين على أن الخوارج ليسوا كفار، على أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. فلذلك من يقول أن المراد بهم أهل الخوارج فهذا فيه بعد وفيه ضعف. القول الرابع أو الوجه الرابع معناه قال أن ذلك يؤول به إلى الكفر، يعني الإنسان عندما يكفر أخاه المسلم فإن بتكفيره هذا قد يخشى عليه أن يؤول به الكفر، ولذلك يقال بأن المعاصي بريد الكفر، فيخشى على هذا الإنسان الذي يكفر المسلمين أن يؤول أمره نفسه هو إلى الكفر، لأن تكفيره المسلمين هذه مخالفة، وهذه معصية، معصية لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيخشى على هذا الذي يكفر المسلمين أن يقع في الكفر، قالوا لأن المعاصي بريد الكفر. الوجه الخامس والأخير قال معناه فقد رجع عليه تكفيره. من قال لأخيه يا كافر وهو ليس كافرا، تكفيره هذا يرجع عليه. ليس المراد حقيقة الكفر، لا، ليس معناه أنه كافر، لا، وإنما المراد التكفير هذا، كأنه يكفر نفسه. لماذا؟ لأن هذا المسلم الذي قلت عنه يا كافر وهو مسلم، أنت كذلك مسلم، فمعنى هذا أنك كذلك أنت تكفر نفسك، لأنك إذا كنت تكفر هذا المسلم وهو على دين الإسلام، هذا المسلم الذي لا يراه كافر إلا الكافر، الكافر من اليهود والنصارى يرون أن المسلمين كفار وأنهم مع الحق، وأما المسلم فإنه لا ينبغي أن يكفر أخاه المسلم. ولذلك إذا قال أخيه يا كافر، هذه الكلمة، كلمة التكفير، تعود إلى هذا القائل، وليس المراد بها حقيقة الكفر، وإنما الكلمة هذه تعود إليه. قال معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير. قال لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. إنها إذن هذه خمسة أمور وجه بها الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو أن الحديث ليس على ظاهره، وهو أن من قال لأخيه المسلم يا كافر لا يكفر بذلك، لكن المراد بذلك إما أن يكون المستحل الذي يستحل هذا الأمر فإن المستحل لذلك يكفر، أو أن المراد أن المعصية وشؤم المعصية تبوء على هذا القائل الذي قال كلمة الكفر، وبقية الأقوال الأخرى التي ذكرناها.